سؤال ثالث يقول فيه: ما حكم الوضوء بالماء المعتصر كماء الورد مثلا؟ لا يصح الوضوء إلا بالماء المطلق الذي أنزله الله عز وجل، الله أكبر. كما قال تعالى: وأنزل من السماء ماء ليطهركم به. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو ماء الأمطار وماء الأنهار والبحار والآبار وذوب الثلوج، كل هذا يتطهر به لأنه مما أنزله الله الحمد لله. سبحانه وتعالى. الحمد لله. وأما عصير الأشجار أو عصير الفواكه هذا لا يصح الوضوء به لأنه ليس ماء مطلقا. نعم.